السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بقول لك ايه والنبي اصلا ما عندكش شغل ليه؟ اقسم بالله بدور على واحد ابن حلال وجيت في وقت. ربنا يكرمك يا معلم. حبيبي يابا انا اشتغل؟ حبيبي يابا شوف شغلك يابا. ماشي يا معلم. انا هسيب كل حاجة اعمل ايه؟ الحق يا ابو ليلى، مش قلت لك الواد ده حرامي؟ زبونه وقع منه فلوس وطلع يجري وخدها. ليه كده؟ ده حتى ابن حلال. طب ما اتاكد كويس. انا شايفه بعيني دول. انا هرجع لك الكاميرات واشوفه لك تاني. ماشي. هو الحرامي شرف اهو. ايه يابا انت كنت فين؟ انا كنت بعمل حاجه لله كده يا عم ابو ليلى. حاجه لله؟ فكره في حاجه اتاخدت من راجل كان واقف هنا. لا والله يا ابو ليلى مش ده اللي حصل. لا انت يا اقسم بالله طب بقول لك يلا يا صاحبي، هو فين اللي كان شغال هنا؟ هو كان شغال هنا وخد حاجة من واحد كده ومشيته والله امبارح. مشيته ايه ده؟ أنا جاي أكافئه اداني الفلوس امبارح رجع لي بعد ما وقعت منه. وعم الفلوس دي وقعت منك عند الكشك هناك. بجد والله؟ اه والله. ربنا يخليك أنت ابن حلال. ربنا يخليك. يا لهوي ظلمت الراجل. شممت دموعك علينا ليا يا بيفاجيها.